قسم مخدرات المثنى وضع الخطط الكفيلة بالحد من انتشار المخدرات في محافظة المثنى، وكنظرتنا أنه معالجة المخدرات لا تتعلق بالجانب الأمني فقط، لذلك وضعنا الخطط الأمنية للقضاء على تجار متعاطي المخدرات، وكذلك وضعنا الخطط الأكاديمية لمعالجة ووقاية المجتمع من انزلاق في هذه الآفة الخطيرة. لذلك نرى أن الجامعات هي منابر ثقافية وعلمية لإيصال رسالتنا في خطورة انتشار المخدرات، فإن شاء الله ستكون مؤتمرات مستمرة لنشر الوعي في مجتمعنا وتحصينهم من هذه الآفة الخطيرة. احنا الهدف مو إلقاء القبض على شبابنا والمتعاطي، الهدف انه نحميهم. احنا مو سهل علينا انه شبابنا هاي تنزلق من المنزلق ويروح بالسجون، فاحنا هدفنا من هذه المحاضرات التوعوية لتحصين مجتمعنا وشبابنا من انزلاق المنعطف الخطير. خطتنا طبعا من خلال إشاعة الثقافة الصحية والثقافة الدينية والثقافة المجتمعية للحد من هذه الظاهرة من خلال إقامة الندوات والورش واستضافة أصحاب القرار وأصحاب المعنيين، يعني من الجانب الصحي أو الجانب الحكومي. مثل اليوم استضفنا العديد من الضباط والمسؤولين والكادر الصحي الذين لهم باع طويل في محاربة هذا المجال. خطة جامعة المثنى لتبني مشروع الهدف الثالث الصحة الجيدة والرفاه تبنت عدة مشاريع. هذه المشاريع من خلال إشاعة الثقافة لمخاطر الأمراض المزمنة أو الأشياء التي ممكن أن يتعاطاها الشخص وأثرها على صحة الفرد والمجتمع، مثل التدخين أو جلكم الله تعاطي المشروبات الروحية أو المخدرات.